بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحبا بكم في مديرية التربية والتعليم بالشرقية برعاية الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول الوزراء، وفريق الشرقية في اللغة الفرنسية مسيو عثمان محمود، مسيو وليد عبد العظيم، مسيو عمرو عبد الرحيم. ما زلنا معكم في مراجعة قواعد اللغة الفرنسية، ما زلنا معكم نقدم لكم مفاتيح حل سؤال القواعد. 11 جملة قواعد، بتختار 10 والأفضل تحل 11. النهاردة إن شاء الله هنلتقي مع لا نيجاسيون، النفي. إزاي هتختار كلمات النفي؟ بس قبل ما نبدأ في النفي، تعال ما نراجع مع بعض الدرس اللي كان واجب devoir، وهو الاستفهام. نبدأ بقى بالسؤال الأولاني. Choisissez la bonne réponse. Heure tu vas arriver. عينك على كلمة heure، هي مذكرة ولا مؤنث؟ مفرد ولا جمع؟ هتختار à quelle heure ولا à quoi ولا à quelle؟ طبعا heure مؤنثة، فناخد لها أكيلر. جملة تانية. أنيمو تي نا با أنتوندو. أي الحيوانات أنت لم تسمع عنها من قبل؟ أنيمال جمع أو مفرد مذكر، يبقى جمعها أنيمو جمع مذكر، ناخد لها كل. فروض يا شباب إن إحنا محضرين وقلنا بناخد درس قواعد جديد وبنحل تمرين قديم. إيه لاتراس؟ تكون المقلمة. فاكرين التعبير عن الملكية؟ يكون بفيرب اتر آ، ويبقى السؤال عليها آ كي، لمن تكون المقلمة. إيه برات؟ جاهزة. كو كي كال كي كي برات، من تكون جاهزة. ايتون اربر جينيالوجيك، جينيالوجيك اربر مذكرة، ناخد لها كال، شجرة العيلة. اسكي تي سي فا، يبقى كو كال كو، يبقى كاسك تي سي فير، ماذا تعرف ان تعمل. إيلفون، إيلفون او دو كوا كي، او إيلفون اين يذهبون. سير تيا كومون، كومبيان دو او، كومبيان دو سير تيا. سبور تيام، سبور تيام كال. تي تابل كومون كو كال، كومون تي تابل. تي إكري كال افيك كوا كو، انت بتكتب بايه؟ تكري افيك كوا. لازم تبقى فاهم كويس معنى السؤال ومعنى كلمة الاستفهام. أذكرك تاني بال11 كلمة استفهام بطريقة منغمة. اسك كي كيس كي كو كون كال كوا بوركوا كومون كومبيان او. تخش على السؤال بقى التاني، والسؤال التاني النهاردة Choisissez la bonne réponse. Activité مؤنثة، وقلنا حكينا فيها كتير، تبقى كال بدبل ال و اس. Arrive les amis، يصل الأصدقاء. Quand arrive les amis. Deux tables ici، deux tables ici. Y a-t-il il n'y a pas، il n'y a pas de table ici، لان الجمله منفيه.
عشان الدو متحوله الدو اس اتحولت الى دو يبقى كان لازم تبقى الجمله منفيه لكن لو قلنا ياتيل دو تابل كنا عملناها دو اس لا جمله خطيره خطيره تعال نعيدها تاني تعال نعيدها تاني على السبوره كده لو احنا قلنا إيل يا دو تابل هل يوجد تابل فحطينا دو اس عادي هترد تقول وي إيل يا دو تابل لكن لما أقول إيل نيا با دو تابل هنا بقى لما انا عملت سؤال منفي كان لازم احول الدو اس الى دو فطبعا الفكره بقى في الامتحان ان السؤال بيجي لك اختار فبص بقى جالك ازاي اهو دو تابل السي يبقى نختار ال نيابا اسك ال بار كونتسك ال بار وقلنا كون يجي وراء فويل ننطق الدو تي بارفان فو فولي اي النكهات ماسكولان بلوريال كالافيك اس تي نوفا با بوركوا لماذا لا تذهب الى التمرين تي نوفا با او كلوب Tu ne vas pas au club. Pourquoi? لماذا لا تذهب إلى النادي؟ Tu penses dormir au quoi? أنت فاكر نفسك هتنام هنا ولا إيه؟ Est-ce que tu penses dormir au quoi? طبعاً بتبدأ تجرب كلمات الاستفهام الأخرى وتشوف إيه اللي مناسب وإيه اللي مش مناسب. بس الجمل دي زي ما انت شايف كلها من كتاب المدرسة يعني انت لو مذاكر كويس كتاب المدرسة او مضمون الوحدات ان شاء الله انت تمام تي فيان لاندي اسك تي فيان لاندي اسك تي في سامدي بروشان كاسك ماذا سوف تفعل يوم السبت القادم سي كوا اللي هي كسكسي ما هذا قلنا كلمة كو إذا وضعت في نهاية السؤال تحولت إلى كوا ده كان يا حضرات سؤال الاستفهام ناخد بقى درسنا النهاردة وهو درس لانيجاسيون كومون فير إن فراز Négative. Comment répondre négativement à une question? كيف نجيب على السؤال المنفي؟ كيف نجيب على السؤال بالنفي؟ كيف نكون جملة منفية؟ بس يا ريت تاخد بالك كويس قوي ان في الجرامير بيجي لنا شوازي. سي بور سيلا Tu dois faire attention au sens. لازم تاخد بالك كويس قوي من المعنى. طيب, commençons par le commencement. لنبدأ بالبداية. البداية. البداية ان انت لازم تبقى فاهم اصل النفي. لما اجي اقول j'ai un frère انا عندي اخ عايز انفي الجملة دي جو ان فرير انا عندي اخ كيف تنفى هذه الجملة نضع الجملة الفيرب الاساسي في الجملة بين النو والبا يبقى نفيها جو ني با دو فرير يلا نعيد بقى الكلام اللي احنا كلنا حافظينه من اولى ثانوي واللي واخد فرنساوي في اعدادي من اولى اعدادي واللي واخد من ابتدائي من اولى ابتدائي يبقى
عند نفي الفعل نضع الفعل بين النيو والبا، وإذا كان الفيرب يبدأ بحرف فويال أو أش ميو لابد إن احنا نحول النيو إلى إن أبوستروف. وتحول أدوات النكرة وأدوات التجزئة إلى دو عند النفي ما عدا مع فعل إتر، تبقى الأدوات كما هي. نعيد بقى الكلام ده تاني. لنفي الجملة يوضع الفعل بين النو والبا مع مراعاة الإن أبوستروف. Faites attention s'il vous plaît. Tu as 6 ans? Tu as 6 ans? Non, je n'ai pas 6 ans. طب لو انا عندي بقى، واحنا لما نيجي نقول لنفي الجملة يوضع الفعل الأساسي بين النو والبا، ده لو زمن ايه؟ المضارع. طيب لو زمن الماضي المركب، المستقبل القريب، الماضي الحديث، يعني الأزمنة المركبة، قال لك نضع الفعل المساعد بين النو والبا. تعالى كده نشوف مع بعض. لما اجي اقول تي الي على كومباني، نو je ne suis pas allé à la campagne، يبقى وضعنا الفعل المساعد بين النو والبا. أدوات التجزئة وأدوات النكر تحول في النفي إلى دو ودو أبوستروف زي ما احنا لسه قايلين، وتبقى كما هي إذا كان فعل الجملة هو فيرب أتر. Tu as un million de pain? Non, je n'ai pas de million de pain. De. Tu manges de pâtes? Non, je ne mange pas de pâtes. واخد بالك من التحويلات؟ Elle est une lycéenne? Non, elle n'est pas une lycéenne. وبقت أداة النكرة كما هي في هذه الجملة، وذلك لوجود فعل أتر. سي لا نوازيت، إنه البندق. نو سو ني با دو لا نوازيت. لنفي الفعل المصدر، يعني أنا عندي مصدر وعايز أنفيه، يا إما نستخدم كلمة سون يا إما نستخدم كلمة نو با. سون معناها بدون، ونو با معناها لا، ويوضع كل منهما أمام المصدر. تعال كده نشوف مثال. سون ترافاي بدون العمل. ها؟ أون نو ترافاي با. ممكن أقولها سون ترافاي بدون العمل تي نا با دارجون، مش هيبقى معاك فلوس. Je te demande de ne pas téléphoner après 22 heures. أنا طلبت منك ألا تتصل. Tu ne téléphones pas. أنت ما تتصلش. فطالما هيجي حرف جر فيجي بعديه الفعل في المصدر، فعايز أنفي المعنى، عايز أنفي المصدر، نضع النو والبا أمام تليفوني. طب لو أنا عندي أسماء بقى معطوفة بالإيه؟ وعايز انفيها، قالك هتنفيها بالنو ني ني ني. إلو بي أ بيير إي أ جون، أ جون باردون. إلو بي أ بيير إي أ جون. إل نو بي يعني يطيع، هو لن يطيع ني أ بيير ني أ جون، لا هيسمع كلام بيير ولا هيسمع كلام جون. نيجي بقى للنفي يا جماعة، ما ينفعش يجي الامتحان من غير جملة في النفي. حاجة اسمها النفي بكلمات النفي اللي هو الضمير أو الظرف، وإحنا بنقول حيثما يوجد ظرف الإثبات نضع مكانه ظرف النفي. يعني إحنا عندنا كلمات ظروف نفي زي ما أنت شايف، كلكا وكلك شوز، ديجا، أنكور، souvent، toujours، parfait، quelquefois، وهكذا. الكلام ده موجود فين في الجملة؟ في
في أول الجملة، في نص الجملة، في آخر الجملة، حيثما يوجد ظرف الإثبات لابد أن نضع ظرف النفي. تعال بقى نذاكر الحتة دي بالطريقة بروفيسيونال. خد بالك على السبورة، لما أجي أقول لك هقول لك إيه؟ لما أجي أقول أول كلمة اسمها كل كان، كلمة اسمها إيه؟ كل كان. الكلمة دي ما أجي أنفيها، هنفيها، أو الظرف ده لما أجي أنفيه هنفيه بكلمة اسمها بيرسون، ظرف. بس خد بالك بقى، احنا كده كده في كل الحالات الفيرب عندي هيبقى قدامه نو. فانت خد بالك، الكا جت في اول الجمله، بيرسون تيجي في اول الجمله، وفي كل الحالات النو قدامها الفيرب. تعال نشوف مثال. اما اجي اقول لك كل كان، شخص ما، حد فيكو في لو دوفوار، حد فيكو عمل الواجب، كل كان في لو دوفوار، حد فيكو عمل الواجب، هترد عليا تقول لي ايه؟ نو، لا. بص بقى، بيرسون، لا احد، نو في لو دوفوار، لا احد عمل الواجب. واضح الكلام؟ يبقى احنا هنا حولنا كلمه كلكا الى كلمه بيرسون. يبقى كلكا اتحولت الى ايه؟ بيرسون. وكده كده الفعل حطينا قدامه ايه حضرات؟ نو. فخد بالك بقى، لكن لو جينا للجملة التانية، طبعا دي كانت الجملة الأولى. الجملة التانية بقى، ركز بقى في الاتنين قصاد بعض اهم. تيا في كلكان إيار، هو انت شفت حد امبارح في الشارع؟ ضابط الشرطة بيسأل، تيا في كلكان إيار دون لا ري، انت شفت حد امبارح في الشارع؟ هيرد يقول ايه بقى؟ نو. ها الإجابة هتبقى ايه؟ نو. بص بقى، جو، ها النو هنحطها فين بقى؟ قدام الفيرب زي ما اتفقنا، سواء فيرب بقى أوكسيلير أو فيرب أساسي. جو ني با في، ها حيثما يوجد ظرف الإثبات نضع مكانه ظرف النفي. كلكا لقيناها بعد اسم المفعول نحطها بعد اسم مفعول، لقيتها في آخر الجملة تحطها في آخر الجملة. Je ne vis personne. أنا ما شفتش حد إيير أمس. وهكذا بقى مع كل الإيه؟ مع كل الكلمات. يا دوبك أنت هتحفظ إن كلكا نفيها بيرسون. طب امال النو نحطها فين؟ امام الفعل. نذاكر كده مع بعض. يبقى كلمه الاستفهام كلكا نفيها كلمه ايه؟ بيرسون. خد بالك، ساعات بقى هنقول ان كلكا نفيها نو بيرسون او بيرسون نو، انت بقى فاهم القصه. كذلك لما يكون السؤال بكي، كي في لو دوفوار، مين بيعمل الواجب؟ بيرسون نو في لو دوفوار، لا احد يعمل واجب. تقول لي يا بروف طب احنا عايزين امثله كتير بقى يا فندم، انا مجمع لك كل جمل كتاب المدرسه. اي جمله نفي هتجي لك في الامتحان هتلاقيها في الجدول اللي انا هقراه لك دلوقتي. نقرا واحده واحده ونشوف كل جمله اتنفت ازاي. كلمه كلك شوز هتنفى بكلمه ريان، برضو ممكن نقولها نوريا، ممكن نقولها ريانو، حسب موقع كلمه كلك شوز في الجمله، هي جت في اول الجمله ولا في نص الجمله.
وكذلك السؤال بكو كاس كي تو في انت بتعمل ايه جو ne fais rien ما بعملش حاجه ديجا تون فا بو نو باز انكور انكور تون فا بو نو بلي سوفون غالبا توجور دائما بارفوا احيانا كلك فوا احيانا تون فا بجامي ne jamais. Quand tu es allé au cinéma? امتى رحت السينما؟ Je ne suis allé jamais au cinéma. ويلعب المعنى الدور الرئيسي في النفي حيث يمكن استخدام كلمات النفي بدون ان تذكر كلمة اثبات. ما انت في الامتحان هيجي لك الجمل اختياري. فممكن تبقى الجملة منفية وما فيهاش كلمات إثبات وهتلاقي فيها كلمة نفي فلازم تبقى فاهم المعنى. تعال كده نشوف Qu'est-ce que tu fais samedi prochain? ماذا تفعل يوم السبت القادم؟ Je ne fais rien. مش هعمل حاجة. Je ne sors jamais le samedi. أنا لا أخرج أبدا يوم السبت. Je ne veux voir personne. انا مش عايز اشوف حد. ايه ده؟ بس طبعا الثلاثه مش هيقولك في الاختياري. ده هتشوف المعنى متطلب ايه. هتقول je ne fais jamais. Je ne fais personne. مش ماشي. هي مش هيمشي غير rien. Je ne sors rien. Je ne sors personne. لا مش هيمشي غير jamais. Je ne veux voir jamais ولا rien ولا personne personne. جمل رائعه ومن كتاب المدرسه. جملة تانية. Il y a quelqu'un dans la ferme. واضحة الجملة دي. No. Il n'y a personne dans la ferme. تلاتة. Je suis nul au basket. أنا سيء في كرة السلة. C'est normal. ده طبيعي. Tu ne t'entraînes jamais. أنت لا تتدرب أبداً. الجملة دي موجودة في الكتاب والجملة دي موجودة في الكتاب في النافي. بس شايف مفيش هنا ايه souvent ولا toujours عشان احط jamais. ده المعنى يتطلب ذلك. C'est pour cela tu dois étudier ces phrases en faisant une grande attention. لازم تذاكر الجمل دي وانت مهتم قوي بيها. يبقى نقولها تاني. Je suis nul au basket. C'est normal. ده طبيعي. Tu ne t'entraînes jamais. تضربش أبدا. Quand vas-tu au stade? سهلة دي بقى هي. متى تذهب إلى الاستاد؟ Moi? أنا? Je ne vais jamais au stade. لا أذهب أبدا إلى الاستاد. 5-5 Quelqu'un a regardé le match? Non. Personne n'a regardé le match. بروف لسه قايل لك ايه؟ حيثما يوجد ظرف الإثبات نضع مكانه ظرف النفي وفي كل الحالات فالفعل يسبق بالنو. 6 Regarde in coccinelle. للحشرة الخنفساء. No, je ne vois rien. أنا لا أرى شيئا. T'aimes la nature? أنت بتحب الطبيعة؟ No, je ne vais jamais à la campagne. Tu as acheté quelque chose? No, je n'ai rien acheté. ما تقولش الجمل دي كتيرة. اسمعها ذاكرها. دي تجميعة جمل كتاب المدرسة. اللي هيحط الامتحان ينقل الجملة هتكون منهم. تيا دي زامي ici? No. Je ne connais personne ici. تيا encore soif? No. Je ne plus soif. انت لسه عطشان؟ لا 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 ما عندش عطشان. تي ديجا allé à Paris? No. Je ne suis
pas encore allé à Paris. انت ذهبت لباريس من قبل؟ لا، لم أذهب إلى باريس بعد. Tu joues toujours au yoga? Non. Je ne joue jamais au yoga. Tu ramasses parfois des os? Non. Je ne ramasse jamais d'eau. Tu vas en... وطبعا خلي بالك هنا الجملة مثبتة فعندي دو اس. عندي الجملة منفية حولت الدو اس إلى دو وكان الاسم يبدأ بحرف فويل فحطينا دو أبوستروف. تي فا أنكور أو جيمناز؟ نو. جو نو فو بلو أو جيمناز. تي فو بوار كيلكو شوز؟ نو. ميرسي. Je ne veux rien boire. Il, elle écoute souvent ce CD? Non. Elle n'écoute jamais ce CD. Tu veux un autre gâteau? Non. Je n'en veux plus. Merci. Tibran. De la glace, dit tonton. انت بتتناول الايس كريم من حين الى اخر؟ نو. Je n'en prends jamais. شايفين يا جماعه جامي جت فين؟ ما فيش toujours ولا souvent وفي كتاب المدرسه. تاني الجمله دي يا جماعه. Tu prends de la glace, dit tonton. Non. Je n'en prends jamais. Tu vas encore au gymnase? Non, je ne veux plus au gymnase. Tu sors toujours avec ta sœur? Non, je ne sors jamais avec elle. Tu regardes un moustique? انت شايف موستيك ناموسة؟ Non, je ne vois rien. يبقى شال كلمة quelque chose وحط مكانها اسم غير عاقل اهو ريان. تيا في ليكزورسيس بور دومان؟ نو جو نو كومبرو ريان. مش فاهم حاجه. كي تابسون جوردوي؟ بيرسون. ني ابسون جوردوي. جو سوي نول او باسكيت سي نورمال. تي ني تونترين جامي. تعال بقى على التمرين. هثبت لك الشاشة هتحله في ورقة ما نيجي ناخد الحصة بتاعة القادمة إن شاء الله. دون لا بروشين فيديو nous allons faire la réponse ensemble des questions de la négation. هنعمل مع بعض إجابات لأسئلة النفي. ثبت الشاشة كده أهو. سؤال أولاني، سؤال التاني. ثبت الشاشة كده. سعيد اني كنت معاكم. عثمان محمود البروف.